يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم قراءة كتب التفسير التي تحتوي على الغث والسمير؟ وهل تنصحون بقراءة تفاسير المبتدعة من باب الفائدة التي تكون فيها؟ العالم اللي يعرف الغث من السمين يأخذ السمين ويترك الغث، أما الجاهل والمبتدي والمتعلم فلا يقرأ إلا في الكتب النقية التي ليس فيها إلا التميم لئلا يأكل الغث فيموت. نعم.